جينا من بعد سلسلة من الوقفات اللي قمنا بها أمام المؤسسات الخصوصية واللي ما عطات حتى نتيجة، بحين بينات التعنت والجشع ديال أرباب المدارس الخصوصية اللي ما بغاوش كاع ينزلوا لطاولة الحوار مع الآباء واللي كيطالبوا بالأداء 100%، في حين أن الآباء تكلفوا بزاف الأعباء ديال التعليم عن بعد. بغينا نجحوا هذا الورش ولكن كان غالب علينا لأن المدارس ما انخرطوش في هذا الورش كما ينبغي، ما خدموش منصات للتعليم عن بعد، خدموا منصات للدردشة فقط والتواصل، لأن لا واتساب ولا زوم ما كيتعتبروش منصات للتعليم عن بعد، في حين أن الآباء شراو لي زامبريمون، شراو لي طابليت، شراو زادوا في الديبي ديال الانترنت باش وليداتهم يواكبوا الدروس ديالهم. بلا ما نقول لكم ان جميع الاباء تحولوا لمدرسين ومساعدين اجتماعيين واطباء نفسيين باش يقدروا يواكبوا هذا التعليم عن بعد، الا اننا تلقينا الجحود من طرف ارباب المدارس الخصوصيه اللي بغاونا نخلصوا 100%. حنا كنقولوا اننا توصلنا بواحد المنتوج اللي ما كيمثلش حتى 50%، بحين ان مجموعه من الدراسات دارت تقييمات التعليم عن بعد انه ما كيوصلش حتى 30% من التعليم الحضوري، وحنا بغينا نخلصوا لهم 50%، وبالجشع ديالهم ما بغاوش يقبلوا بهذا الشيء. دونك حنا قررنا اليوم نجيو نسمعوا صوتنا امام الاكاديميه، وشفتي تبارك الله الاباء كلهم منخرطين في هذا الشيء باش يوصلوا صوتنا للاكاديميه والوزاره بان هذا الشيء ماشي معقول. التلاميذ عندهم بزاف الاضرار الصحيه على عويناتهم، على نفسيتهم، على ظهورهم، ولكن حنايا قررنا نساندوا هاد المدارس ونضامنوا معاهم ب 50%، وهما ما بغاوش يقبلوا بهذا الشيء اعترافا منا بمجهودات الاساتذه، لان كاين اساتذه اللي داروا مجهود شخصي، شراو تطبيقات شخصيه وكيواكبوا التلاميذ، كنحييهم على جهودهم، ولكن ارباب المدارس اللي مستافدين محض الريع اللي هو كبير واللي هو كيتمثل في مصاريف التأمين والتسجيل اللي كتبلغ مبالغ طائلة، واللي ما بغاوش يجبدوها في هذا الوقت الجائحة. إلا ما استعملوهاش في هذا الوقت الجائحة فوقاش هادي يستعملوها؟ بغاو الآباء يخلصوا كل شيء ويتحملوا كل شيء، يخلصوا المدرسة ويزيدوا يخلصوا حتى الأعباء ديال الانترنت وديال لي تابليت وديال لي زامبريمون. بزاف على الآباء، الآباء يخلصوا فقط المنتج اللي توصلوا فيه واللي قيموه الآباء في 50%.